صباح الخير المشاهد الكريم وأيضا لمضيف في قناة النهار. أهلا بك. سيلتحق أيضا بعد قليل الدكتور يوسف بايزيد إعلامي وباحث في العلوم السياسية للحديث أيضا عن هذا الموضوع. إذن هي 48 ساعة فقط تفصيل عن انطلاق رسمي للحملة الانتخابية لمحلية 27 نوفمبر. بطبيعة الحال الشعار خلال هذه الاستحقاقات تريد التغيير والبناء المؤسساتي، لكن تخوفات كبيرة دكتور موسى عاشور حول نسبة المشاركة خلال هذه الاستحقاقات، هل سيهب المواطنين والناخبين الجزائريين لمحلية 27 نوفمبر؟ شكرا أستاذ بلال. يعني اليوم نتحدث يعني على أساس أنه هناك يعني مرحلة ثالثة أيضا مرت بها يعني الوضع الوطني في الجزائر، وبالتالي عندما نتحدث على محليات يعني حقيقة يجب أن نذكر يعني قبل ما حدث في هذا الوضع الأخير. يعني نعي جيدا أنه يعني بكل صحيح العبارة أنه سنتين يعني ما قمنا به حقيقة وعلى رأس هذه السلطة سيد رئيس الجمهورية بدون يعني مجاملة حقيقة، رغم هذه الجائحة الكورونا التي مرت وقامت بحقيقة المساس بالعديد من الدول. يعني اليوم نحن في خلال سنتين من هذه المرحلة، مرحلة سيد رئيس الجمهورية كانت حافلة بالجديد، يعني إن دل يدل على أن هناك متابعة ويقضى بهذا الجانب، رغم أن هناك بعض يعني بعض الفراغات، يعني الشيء عادي هذا. نتصور في خلال سنتين مثلا هناك تعديل دستور، هناك تشريعيات، هناك محليات، وهناك النظر في العديد من يعني وهناك سلطة أيضا انتخابات. يعني هذا حقيقة شيء يعني جميل مكسب. جدا مكسب يعني بغض النظر أنه هناك يجب أن نكون هناك أيضا نعطي ثقة في هذه الناس التي تقوم وتشرف على هذا العمل. بالتالي يجب اليوم وبكل هذه الصراعات والتحديات العالمية والمساس بمحاولة المساس بقوة الجزائر، نعي جيدا سواء كان بعض دول الجوار أو هذا ما يحدث داخل أيضا بعض دول الجوار أو خارج على الصعيد الدولي، هنا نلاحظ أن الجزائر اليوم حقيقة يجب أن نلتف حول سلطة القرار وأن نكون حقيقة نثبت للعالم نحن فعلا من صنع الديمقراطية لم يجسدها على أرض الواقع. اليوم الجزائر حقيقة تقوم وتشرف. اليوم هناك أيضا نخبة جديدة وبعض الأشياء المؤشرات التي كانت فعلا إيجابية على أرض الواقع. ما نحن نتحدث اليوم به أنا أعتقد يعني أعتقد بعد ما سبق وشفنا في التشريعيات أعتقد سيكون هناك أيضا يعني تواجد قوي أمام صناديق اقتراع بخصوص هذه المحليات، لأنه هناك اليوم حقيقة إعادة النظر في العديد ما حدث في السابق. يعني هناك سيكون فرق ما حدث في الماضي وسيكون في المستقبل. جميل دكتور، ربما الأسئلة تطرح اليوم حول نسب المشاركة خلال هذا الاستحقاق. عهدنا أنه في التشريعيات دائما ما تكون نسب المشاركة ضعيفة إن صح التعبير، لكن هذه المرة نتحدث عن نسب مشاركة في المحليات، وهو الأمر المهم بالنسبة للمواطن الجزائري، ما يهمه هو بلديته أو الجانب المحلي. لكن هل سيقبل المواطنون على صناديق الاقتراع في هذه المرحلة، خاصة وأن الأحزاب السياسية والمؤشرات تقول بأنه لن يشارك العديد في هذه الانتخابات؟ والله يا أستاذ بلال، احنا بعد احترامي للأحزاب السياسية هناك احترامنا للمواطن الجزائري يعني خلينا نقول بأهم شيء، يعني أساس القاعدة الجماهيرية هنا. بالتالي عندما نتحدث عن جانب هذا، أنا أعتقد اليوم فتح هذا الديمقراطية، إعطاء نفس جديد في هذا الانتخابات، وجود يعني ظاهرة جديدة وهي ظاهرة المثقفين، ظاهرة اختيار المواطن. يعني ما لاحظناه اليوم في عملية يعني جمع التوقيعات وكذا، كانت هناك يعني أريحية، كان هناك العديد من الأوجه الجديدة. اليوم هناك تشبيب في هذا الجانب، أيضا هناك مثقفين في هذا الجانب، هناك من ابتعدنا أيضا على أساس اللب الموضوع وهو أساس والابتعاد عن المال الفاسد. هذا شيء دل يدل على شيء جديد، يعني نفس جديد في هذا العمل الوطني. وبالتالي عندما نتحدث، أنا عندما أقول الأحزاب، هناك أيضا قوائم حرة، هناك مجتمع مدني، هناك مجتمع جزائري يبحث عن كما تفضلتم عن بناء بلدية جديدة. لأنه عندما نتحدث عن الرقعة الجغرافية التي تمس هذا الوطن هي انطلاقا من الدولة إلى هناك ولاية، هناك ما في القانون الإداري هناك ما يسمى البلدية. إذن البلدية هذه يجب اليوم أن على الجميع أن يتمحور وأن يكون خلف من يثق فيهم لأداء جيد، لإنماء جيد. لأنه إحنا اليوم الشعب الجزائري لا يبحث عن فقط مثلا ملعب وفقط عفوا يعني مصنع، اليوم يبحث عن جديد في هذه التنمية المستقبلية في هذه البلدية. الحديث عن التنمية بطبيعة الحال، يعني يجب اليوم أن يكون هناك فعلا عمل جديد، من يبدع، لأنه هناك بلديات لها دخل قومي وهناك بلديات يعني عائشة على هذا ما يقودنا للحديث عن الرهان السياسي الاقتصادي صادي على على مستوى الجانب المحلي. لكن خلينا نتحدث بصريح العبارة، أزيد من 1500 بلدية، رئيس الجمهورية في لقائه مع الولاة الأخير
طلبهم بخلق الثروة على مستوى المحلي، لكن هل هذا أو هل هذه المحليات ستشفع لأن يكون مستقبل البلدية غني وثري؟ هذا هو سؤال مطروح. ممتاز. وكيف يمكن أن نكون في مصاف الدول المتقدمة؟ لما نتحدث على دول متقدمة، البلدية ورئيس البلدية هو نقارنه بوزير في بلد آخر عربي. عفوا، يعني تستطيع أن نتحدث ببعض الدول أنه بعد احترامي للهيئة الإدارية وكذا أنه يمثل داخل رئيس داخل هذه الرقعة الجغرافية تحت راية رئيس الجمهورية. صحيح. يعني هذا الشخصين الذين ينتخبون في الجزائر اللي هو الرئيس المجلس الشعبي البلدي وأيضا رئيس الجمهورية، يعني خلينا نكون صريحين في الحديث، يعني هذا شيء يدل على أنه هذا الشخص الذي أيضا له تواجد، له سلطة، له تشريع داخل هذا العمل الرقعة الجغرافية، مع احترام ما هو جاء من برنامج رئيس الجمهورية، ما هو محترم أنه هناك مرجعية رئيس الجمهورية، وبالتالي هذا التنسيق المشترك هو دائما سند لرئيس الجمهورية. وبالتالي هذه الرقعة الجغرافية عندما نتحدث عمل الانتماء والابتعاد عن الانسداد السابق، لأنه يعني خلينا نحكم صحيح العبارة، اليوم لماذا نتحدث نحن بكل أريحية ومطلقة عندما نتحدث أنه يجب على المجتمع المدني لتلك الرقعة الجغرافية أن ينطلق ويكون بقوة داخل صندوق الاقتراع؟ حقيقة دل أولا عن دلالة الديمقراطية، ثانيا ندل على اختيار المناسب في المكان المناسب، الرجل المناسب الذي يعي منه المجتمع هذه الرقعة أن سيشرف على تنمية هذه كما تفضلتم اقتصاد هذه الرقعة الجغرافية. أيضا هناك محور اقتصادي، لكن لا ننسى أنه هناك كما تفضلتم هناك بلديات لها دخل قومي تستطيع أن تقوم وتمارس نشاطها الاقتصادي، وهناك أيضا بلديات ليست لها دخل قومي، يعني داخل اقتصادي مهم داخل هذه الرقعة الجغرافية، وبالتالي هناك ميزانية الدولة تلعب دور في السنة المالية. وبالتالي عندما نتحدث هنا يجب أيضا من هذه المجموعة المنتخبة ومنها لجنة المداولة كذا أن تلعب دور جيد فيما هو كيفية أيضا تقنين من يد العاملة الذي البطالة أيضا في هذه الرقعة الجغرافية، كيفية يعني فتح السوق يعني الاقتصادي داخل هذه الرقعة الجغرافية. أيضا يجب على هذا من يسير هذا المرفق العام أن يكون حقيقة اختيار في مداولته، اختيار ما هي المشاريع الأنسب لهذه، هذا هو الأساس. لأنه سابقا كنا نتحدث ما نريد يعني إقحام أو ما نريد أولا في السابق كيفية إرضاء فئة معينة واستغلال هذه الرقعة، اليوم يجب أن تكون هذه المنطقة مفتوحة لكامل من يريد دعم وأيضا تشييد، وأيضا هذا هو المطلوب اليوم. نحن لا يعني كفانا أن نكون اتكاليين، يعني بما أن هناك يعني عنصر اقتصادي نستطيع الاستفادة منه. لماذا فقدنا السياحة الجزائرية وهي أهم دولة في العالم في السياحة، يعني السياحة الدولية عفوا، هذا أيضا ثمن اقتصادي كبير يجب أن نلعب دور في هذه المنطقة. جميل. هذه النقطة بالذات سنتحدث عنها، ربما سيدخل معنا الدكتور يوسف بيزيد عبر الهاتف، إعلامي وباحث في العلوم السياسية. أهلا بك دكتور معنا. أهلا وسهلا، تحياتي لكم أخي بلال وللمشاهدين الكرام على قناة النهار ولضيفكم الكريم. أهلا بك دكتور. ربما رهان سياسي اقتصادي لخلق الثروة على المستوى المحلي هو تقريبا الشعار الذي ينادي به أو تنادي به الأحزاب السياسية وحتى القوائم الحرة. محليات 27 نوفمبر رهان كبير بالنسبة للأحزاب السياسية والقوائم الحرة. في نظرك أنت مستقبل هذه المحليات هل ستكون مشاركة قوية؟ وهل حقيقة الاختيار سيقع على الرجل الأنسب في ظل ما يسمى بنظام العروشي الذي لا يزال متواجد على المستوى المحلي؟ نعم بالفعل، يعني في الحقيقة يعتبر رهان يعني كبير جدا، لكن أنا أعتقد بأن ستكون هناك انتخابات، على الأقل ستكون المشاركة أكثر من الانتخابات السابقة سواء كالبرلمانية أو الرئاسية، بحكم أن البلدية دائما ما تكون قريبة من المواطن على أساس أن البلدية هي الخلية الأساسية في التنظيم الإداري كما هو معروف في الدستور وكذلك كما جاء في قانون البلدية خاصة في 2011. وأنا في اعتقادي بأنه لابد من تكريس نوع من الديناميكية الأكثر فعالية لمحاولة تقريب المواطن بأكثر صورة من خلال المشاريع التي سيتقدمها المترشحون للانتخابات، هذا بصورة عامة، وبصورة ربما دقيقة وأخص هو تقديم الحلول والإمكانيات، لأن عادة عندما يكون هناك منتخب في البلدية سواء كان رئيس البلدية أو المنتخبين يكون هناك عمل روتيني، يسرى عمل روتيني، لا يمكن أن نتحدث عن انتخابات يعني ستؤدي إلى المشاركة إذا لم يكن هناك محاولة لتلبية مطالب المواطنين الذين انتخبوا هؤلاء، بالمعنى أن يكون هناك محاولات لإيجاد نوع من تفعيل الموارد. يعني صحيح بعض البلديات مداخلها ضعيفة لحد الآن، بعض البلديات لا تستطيع أن تواكب عجلة التنمية، لكن
يمكن إذا كان فيه فعل المنتخبين هذا يتطلب أن يكون هناك أكثر يعني انتقاء من حيث الكفاءة، الانتخاب من حيث الكفاءة، لأن حتى القانون الآن كما تلاحظون يعني قد تغير في الكثير من مضامينه، خاصة قانون الانتخابات فيما يتعلق بالترشيح، فيما يتعلق بالآليات الأخرى. ولذلك في اعتقادي بأنه لا بد من تقديم المؤهلين فعلا. المواطن الآن إذا كان وجد من يرغب في أن يكون يتولى رئاسة البلدية، لكن في جانب آخر على الذي ينتخب أن يكون فعلا أهل لهذه المصداقية التي أعطيت له. يعني أنا في اعتقادي عندما تحدثتم ربما عن قضية التنمية وقضية البلديات، كان هناك مشروع قد طرح فيما يتعلق بالتابدال، هو المشروع البلديات التي تعمل على أساس أن يكون فيها نوع من التنظيم اللامركزي والحكم اللامركزي في الكثير من الأحيان، يعني انتقال من تنظيم أو من اللامركزية الإدارية إلى اللامركزية في الحكم. هذا معمول به، وهذه التجربة ربما سطرتها حتى وزارة الداخلية. لو تطلعون على موقع وزارة الداخلية على سبيل المثال تجد بأن هناك محاولة لرسم نموذج مثل هذه البلدية. أنا في اعتقادي أن المرشح الكثير من الأحيان حتى رئيس البلدية سيكون مقيدا بمجموعة من القوانين، إذا لم تفعل بعض القوانين التي تعطي بعض الاستقلالية في الموارد المالية للبلدية، هذا من جهة، تعطيه كذلك بعض الفاعلية في اقتراح المشاريع. لا نقول يعني إلغاء الوصاية، لأن لابد أن تكون هناك وصاية مركزية، ولكن توجد أمور تتعلق بالبلدية في إيجاد الموارد المالية، في إيجاد بعض كذلك الاستثمارات، في إيجاد المشاريع، بالمعنى أن تكون البلدية في حد ذاتها تشرع بعض القوانين التنظيمية الخاصة بها في حد ذاتها، وليست فقط كبلدية مثلا استشارية كما هو معمول به الآن. ولذلك يعني الميكانيزمات المعمولة بها يمكن أن تفعل. الجزائر لديها الكثير من الموارد، لديها الكثير من الطاقات والكفاءات الشابة، لاحظناها في الانتخابات السابقة البرلمانية، الآن نلاحظها كذلك، لأن ستبدأ كما تعلمون يعني في يعني يوم غد تقريبا سوف يبدأ هناك الحملة الانتخابية، على أساس أن تكون هناك حملة انتخابية تنطلق بجميع ربوع الوطن. أنا في اعتقادي بأن لا يمكن فقط إعطاء وعود للمواطن، إنما إعطاء كذلك ميكانيزمات العمل التي يمكن أن تفعل الطاقات الكامنة في البلديات. جميل. دكتور موسى عاشور تحدث على نقطة مهمة وللأسف سنعيد ونتحدث عنها، أنها منطلق الوعود، الوعود التي تأتي في الحملات الانتخابية والتي يعجز عن تطبيقها المنتخبون المحليون. لكن خلينا نتحدث بواقعية اليوم، الوعود التي يطلقها هؤلاء المترشحون عادة ما نراها في نهاية العهدة، لماذا لا يتم تطبيق هذه الوعود في بداية العهدة مثلا؟ يعني فعلا سؤال وجيه يعني أستاذ بلال. يعني عندما نتحدث على الجانب هذا، أولا يجب أن تكون هناك أريحية من العناصر ومقومات لهذا الموضوع عندما نطرح سؤال مثل هذا. يعني هل مواطنين تلك البلدية يجب أن يكونوا يعني كما تفضلتم من أن نبتعد عن العروج، خلينا نقول على التكتلات العائلية وكذا يعني يجب عندما نتحدث عن هذا العنصر الأساسي الأهم في اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب. أيضا أنا في أحد الأيام حضرت يعني مداولة لأحد البلديات وتأسفت. يعني أيضا نطالب إخواننا في الأحزاب السياسية عندما يكونون في أرض الواقع أن يبتعدوا عن التحزب السياسي داخل العمل الإجرائي الاقتصادي داخل هذه المداولات. يعني يجب أن نكون نصل إلى هدف سامي، يجب أن نكون أوعى من ذلك. يعني أنا عندما ألاحظ أنه في مداولة يتم يعني رفض الكثير من الأشياء، أيضا هنا مسؤولية ليست فقط مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتخب، بل أيضا هناك أعضاء المجلس الشعبي البلدي الذين يشرفون على عملية المداولة. صحيح. يجب أن تكون هناك عمل يعني مصلحة عامة قبل أن يكون هناك يعني تدخل العمل السياسي داخل هذا. هذا ما يؤخر العمل حقيقة، ما يؤخر العمل أو الوعود داخل لكل هذا المترشح. وبالتالي يجب أن نتحدث بأريحية. أيضا دور الأمين العام لدى البلدية يعني أن يلعب دور أيضا في كيفية يعني طرح أو موافقة على المشاريع الاقتصادية داخل هذه البلدية، أو كمراقب خلينا نقولها بصريح العبارة، يعني من يشرف على المال العام. وبالتالي عندما نتحدث عن هذا، أولا كنا في السابق نلاحظ ناس يعني بكل صحيح العبارة خلينا نحكوها بأريحية لم يكونوا في المكان المناسب. صحيح. أيضا هناك التحزب السياسي والتعنت السياسي داخل هذه الأحزاب، داخل هذا عفوا كما تحدثت يجب أن أحدث وأوضح نقطة المداولة اللي هي اللجنة التي تشرف على كيفية اختيار المشاريع. هذا يجب أيضا أن نبتعد عن التطرف السياسي داخل هذا، يعني يجب أن نكون بأريحية لكيفية اختيار الموضوع أو اختيار ما يسمى المصلحة العامة لهذا المجتمع داخل هذه البلدية. يعني هذا هو أساس العمل. أيضا
تسهيلات الاقتصاد أو داخل من هم يعني أصحاب الاقتصاديين داخل هذه الرقعة البلدية أن يكون لهم أريحية في كيفية ممارسة النشاط الاقتصادي بدون أيضا وضع يعني أزمات أو قيود أو ضغوطات على من يختار من أو من يناسب أو غير يناسب. وبالتالي يجب علينا حقيقة أيضا عندما تحدثتم هل كيفية يعني تقديم الوعود اللي أمام كمترشح كيف تجسيدها على الواقع، يجب أن تكون هناك حقيقة هذه أولويات لهذه البلدية وأريحية أيضا الأعضاء المساهمين في كيفية الاختيار الموضوع الاقتصادي داخل هذه البلقاء الجغرافية. جميل دكتور يوسف بيزيد، سؤالي هو كالتالي الآن، اليوم هل تطبيق الوعود وعود المنتخبين المحليين على الأرض الواقع مرهون في حد ذاته بالانتخابات أو اختيار الرجل المناسب؟ أي في سؤال مغاير، هل يمكن أن نخلق الثروة باختيارنا الصحيح للرجل المناسب أم العكس؟ لأنه اليوم البلدية مقيدة بميزانية. بالطبع بطبيعة الحال يعني لابد أن نعرف بأن عملية التنمية خاصة التنمية الشاملة هي تتكون من أقطاب عديدة، ربما يكون المنتخب بطبيعة الحال أو حتى المسؤول يعني هو جزء من هذه العملية، وبالتالي عندما يكون هناك رجل مناسب كما يقال أو يطلق عليه في المكان المناسب سيكون هناك تفعيل لقطب من هذه الأقطاب، يعني من هذه الديناميكية الثلاثية اللي نستطيع أن تقول هي عبارة عن الاقتصاد إلى جانب كذلك حيوية المجتمع، إضافة إلى العنصر الثالث الرئيس والفاعل بطبيعة الحال هو المسؤول، لأن يعني المسؤول سوف يشرف على كل هذا، سوف يكون هو بطبيعة الحال المتابع ويكون هو المقترح للمشاريع وخاصة التنموية عندما نتحدث عن المناقصات، عندما نتحدث كذلك على الموارد المالية، كذلك فيما يتعلق بالصرف ربما لا يكون هو الأمر بطبيعة الحال بالصرف إلا إذا كان بطبيعة الحال على مستوى معين، يعني يكون هناك أمر بالصرف، ولكن هذا الأمر بالصرف يتطلب متابعة، يتطلب رجل مسؤول يكون نزيها وليس رجلا فاسدا أو رجلا على سبيل المثال لا يستطيع أن يحسن توزيع هذه الموارد، لأن هناك نماذج عديدة في بعض الدول كما لاحظنا في مثلا في تركيا لما كان رجب طيب أردوغان رئيس بلدية على سبيل المثال استطاع أن يفعل الكثير من الموارد، وهذا أدى به فيما بعد إلى أن يرتقي إلى مناصب عليا في السلطة. ولذلك عندما يكون المسؤول أو حتى أنت لاحظ على المستوى الوطني لو أخذنا مقارنات على سبيل المثال نجد أن بعض البلديات تسيرها يكون تسير جيد من حيث النظافة، من حيث كذلك استثمار الموارد الموجودة في هذه البلدية، من حيث التنظيم. أنا في اعتقادي أنه لابد من وضع خارطة طريق دائما للبلدية حتى تستطيع أن تأتي بثمارها، لأن عندما نتحدث عن قضية كما ذكرتم سابقا قضية العرشية وقضية هذا شيء طبيعي، لأن في الحملة الانتخابية لديها ما يطلق عليه بعمليات الحشد والتعبئة والتمويل. في أي عملية أو في أي حملة انتخابية تكون هناك حشد وتعبئة وتمويل، بطبيعة الحال التمويل هنا أصبح مقننا بالنسبة للجزائر في القانون العضوي للانتخابات، لكن تبقى عملية الحشد والتعبئة هي ضرورية، ولكن ضرورية كما قلنا دائما عندما تكون الأحزاب السياسية تقدم الرجل الذي يكون عادة يستطيع أن يسير البلدية بالفعل وليس أن يقع في مشاكل، لأن إذا لاحظنا على سبيل المثال الكثير من رؤساء البلديات فيما بعد تورطوا في قضايا يعني سواء كان بسوء تسيير سواء كان بقصد أو عن غير قصد، وهذا لا سواء كان عن جهل على القوانين أو عن عدم الاختيار الكفؤ والحسن. أنا في اعتقادي العملية تتطلب كما قلت يعني تتطلب صحيح إيجاد الموارد المالية، ولكن إلى جانب ذلك أن يكون هناك تسيير فعال وأن تكون هناك رقابة، يعني هذه الرقابة تكون مشتركة، وكذلك إشراك حتى القطاع الخاص في العمليات التنموية. صحيح الدولة دائما هي الدولة صاحبة الرعاية، الدولة هي دائما المشرفة إلى حد كبير، ولكن عندما نفعل الموارد الكثير من الطاقات الآن موجودة، كثير من الاستثمارات موجودة تتم في نطاق البلديات ويكون يعني عندها تفعيل كبير جدا ودور كبير جدا في التنمية، خاصة التنمية المحلية. التنمية المحلية هي الأساس، هي القاعدة الرئيسية للتنمية الوطنية. لا يمكن نتحدث الآن عن الخروج من أي أزمة أو من أي إشكال دون الحديث عن تنمية تأتي بطبيعة الحال من البلدية. صحيح البلدية في الكثير من البلدان الآن أصبحت منظم، هناك عمليات أخرى تتم يعني بالمعنى أن البلدية صحيح لها الموارد المالية لكن لها أوعية كذلك عقارية، لها كذلك بعض الممتلكات، ولكن في ذات الوقت تدخل في شراكة تكون يعني مستثمر حقيقي، ولهذا يمكن أن تستغل. لماذا نتحدث دائما فقط على سبيل المثال على البلديات الغنية؟
مثل بلدية حاسي مسعود لأن لديها موارد بترولية على سبيل المثال. في حين نجد بعض البلديات الأخرى لا توجد لديها موارد وتلجأ في الأخير لصندوق التضامن بين البلديات وتكون عبئا على الدولة. لماذا لا تفعل كل الإمكانيات والموارد والطاقات حتى تأتي دائما أكلها وثمارها؟ جميل. بطبيعة الحال يعني هذا طرح موضوع عندما نتحدث عن مثلا عن المترشح أن يكون عنصرا باردا في العملية التنموية. جميل. ربما لما نتحدث عن الاستثمار على الجانب المحلي دائما ما نطرح التساؤل كيف يسير البلدية لهذا أو كيف تسير البلدية لهذا الاستثمار، لكن خلينا نطرحه بسؤال واضح. كل قطاع أو كل بلدية في أي ولاية عندها طابع استثماري، على سبيل المثال العاصمة ليست مثل ولاية مستغانم والعكس ذلك، في قطاع فلاحة موجود، في قطاع صناعي، في قطاع سياحي وغيرها. لكن خلينا نطرح هذا السؤال، لماذا عجز المسيرون المحليون في جلب هذه الاستثمارات المحلية إلى بلدياتهم؟ يعني كما تحدثنا يعني قبل قليل انه كل بلديه لها ميزانيه طابعها يعني ميزانيتها الخاصه، ايضا لها مواردها الاكتفاء الذاتي لهذه البلديات، يعني هناك ايضا عمل اقتصادي داخل، وبالتالي كما تفضلتم يعني يجب عندما نتحدث عن هذا الجانب هو رجل مناسب. اعيد واكرر، لانه اذا كان انسان مثقف وانسان ذا اختصاص في عمل تسيير او في حاله يعني كيفيه يعني اشباع كيفية أيضا السيطرة وكيفية إعطاء لحقيقة لهذا الطابع البلدي إعطاه العنصر الاقتصادي، فهناك الكثير من الامتيازات كما تفضل. أعطى مثال مثلا تركيا وكذا، أردوغان وكذا، هذا حقيقة كان حتى أردوغان يستعين بمشاريع اقتصادية خارجية أيضا ليست وطنية فقط. يعني إذا كان هناك كما تفضلتم في هناك بعض البلديات فيها تكسو فيها الطابع السياحي، هناك بعض البلديات تكسو فيها الطابع الزراعي والصناعي، وبالتالي هناك يجب عندما يكون هناك اتصال مع اقتصاديين تلك الرقعة الجغرافية أو ذلك تلك البلدية، فبالتالي يمكن فتح هذا الرقعة الجغرافية على الصعيد حتى الدولي. يعني إذا كان هناك فعلا استثمار دولي هذا دل يدل على أنه هذا الشخص الذي هو في هذا المكان يستطيع يعني خلق أو تجديد عمل جديد داخل هذه البلدية بأريحية. لماذا تحدثت أنا عندما قلت الأحزاب يجب أن نبتعد عن العمل السياسي داخل العمل الاقتصادي لهذه البلدية، عندما يكون هناك يعني راحة في أخذ القرار جماعيا بدون يعني تعصب بدون كذا، هذا شيء أيضا جميل، لأنه نعي جيدا إذا أردنا أن نصنع حدث تاريخي داخل هذه البلدية بهذا الرجل بهذه المجموعة المنتخبة وما يرضي احتياجات هذه تلك يعني مجتمع تلك المنطقة، يجب علينا أن نفرض عمل اقتصادي جيد سليم وكيف نحاول أن ننمي هذه العمل داخل هذه أيضا البلدية. بالتالي يعني اليوم حقيقة لا ننسى عندما نتحدث عن البلدية لا ننسى أن هناك دولة، هناك وصاية، هناك يعني يجب أن نحترم هذا الشيء، لكن يجب أن يكون أيضا عنصر رقابي داخل هذه البلدية لإعطاء دفعة إلى المستقبل، لأنه نحن نعي جيدا إذا لم نستطيع كيفية استغلال هذا العنصر الاقتصادي داخل هذه الرقعة البلدية أو لا نستطيع إحضار عامل تجاري دولي خارجي، كيفية أيضا نلاحظ بعض الدول هناك الكثير من الدول وين يكون هناك شراكة بين بلديات يعني وطنية وبلديات خارجية أيضا بين يعني في عندما نقوم بإحضار هذه العمل التجاري أو عمل الضيافي هذا يكون معهم مثلا ناس يعني أصحاب اقتصاد يعني يشرفون على عمل تجاري اختصاص بالضبط، هذا يجب أن نكسبه داخل هذه الرقعة الجغرافية إذا أردنا أن نرفع عنصر البطالة، أن يعني نقلل من عمل اليد البطالة عفوا أو اليد العاملة. أيضا علينا أن نفتح مشاريع لأن نريح، لأنه اليوم المجتمع الجزائري حقيقة ماذا يبحث من الدولة؟ أنه التوظيف، إذا التوظيف بدون يعني عمل اقتصادي يعني حديث ومتطور لا نستطيع أيضا يعني ابتعاد عن هذا الجانب، ونحاول دائما فينا نعيش نفس المأزق ونفس المشكلة. وبالتالي اليوم يجب على كل من يكون في هذا المكان أولا اختيار المناسب، أيضا طرح المشاريع وطرح الأشياء المهمة داخل هذه الرقعة البلدية بدون أن يعني أن نختار مواضيع ليست لها معنى ولكي نرضي بعض الأطراف ونرجع إلى ما كنا عليه بالماضي. يعني يجب اليوم أيضا يجب دعم وكيفية تشغيل الشباب وكيفية يعني عمل نجاح اقتصادي، أيضا النظافة، أيضا الرقابة، التنمية المستدامة، هذا كله مطلوب اليوم داخل البلدية. وبالتالي إذا قمنا باختيار رجل مناسب، لأنه اليوم بكل صحيح العبارة اليوم الانتخابات هي أهم من الانتخابات التشريعية، خلينا نحكيها بكل صحيح العبارة، لأنه هذا سيكون عبارة عن كونتاكت بينه وبين أي تلك المجتمع الرقعة الجغرافية. وبالتالي يجب اليوم أن نكون حريصين، يجب اليوم أن نكون بقوة أمام هذه بدون تحزب بدون يعني
يعني عروشية كما تفضلتم، يهمنا اليوم أن اختيار الرجل إذا أردنا أن نخرج من هذا المحنة عفوا أو نبتعد عن، وإذا أردنا أن تنمية جديدة مستقبليا يجب أن نبحث عن المناسب. جميل. سؤال أخير للدكتور يوسف بايسيد، ربما اليوم الحديث عن المجالس الشعبية البلدية، المجالس ربما حتى لرئيس البلدية يجب أن يختار مستشاريه إن صح التعبير من أجل أن تكون هناك استثمارات حقيقية تعود بالفائدة على الصعيد المحلي وعلى الصعيد البلدي، لكن هذا هو السؤال، كيف يمكن أن يختار رئيس البلدية لمستشاريه بدقة من أجل أن يصلح ما يتم إصلاحه على المستوى المحلي؟ نعم بالتحديد، يعني هذا السؤال الوجيه الذي يمكن نتحدث عنه، لأنه الكثير من المشاريع التي تتطلب لجان استشارية. للأسف يعني القوانين الآن لحد الآن يعني لا تحدد بموضوع طبيعة، أو لأن هذه اللجان تتطلب دائما يعني بنودة وتتطلب بطبيعة الحال تنصيص قانوني، لأن لا يمكن الاستعانة، ممكن الاستعانة ببعض ربما المختصين، ولكن ليس في الإطار لأن تكون لجان منظمة. ولذلك أنا في اعتقادي هذه من المسائل التي يجب أن تطرح بدقة، لأن في كثير من المسائل تتطلب مثلا المهندسين استشارة مهندسين، قد تتطلب رجال أعمال استشارة رجال أعمال، قد تتطلب استشارة حتى بعض الأعيان أو بعض يعني أفراد المجتمع المدني الفاعلين. وهذه المقاربة نطلق عليها بالمقاربة التشاركية. صحيح المواطن له الحق في أن يحضر المداولات على سبيل المثال، ولكن دائما كحضور كرقابي وليس كحضور استشاري أو كحضور يمكن أن يكون له أي تأثير أو فاعلية. ولذلك يعني إضافة ربما بعض التعديلات، لأن هناك بعض التعديلات التي ستطرأ على القانون الانتخاب البلدية ربما القادم يعني في أقرب الأجال، يجب أن تدخل الكثير من هذه الأشياء ليس فقط في البلدية، حتى فيما يتعلق بالمجالس الولائية، لأن إضافة إلى أن المجالس البلدية هي مهمة جدا، لأن عادة ما تكون قريبة من المواطن وعادة ما تكون هي اللبنة الأولى لأي تنمية. ولكن في ذات الوقت لابد أن يكون هناك، نعطيك على سبيل المثال في بعض الدول عندما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، العضو في الكونغرس أو حتى في بعض المجالس البلدية يستعينون بالكثير من الخبراء، سواء كان محامين في القانون، سواء كان مهندسين، سواء كانوا رجال أعمال، لأن هذا الأمر سوف يهم مشاريع التنمية. بل بالعكس من ذلك، هناك أفاق الآن فتحت على مستويات التواصل الاجتماعي للتصويت فيما يتعلق ببعض المشاريع التي تهم البلدية، والمواطن يمكنه التصويت والنهاية الخروج بمشروع معين، ممكن كذلك إدراج بعض الاقتراحات. إذن أنا في اعتقادي الجانب الاستشاري هو جانب مهم جدا، وأنتم طرحتم هذه النقطة لأنها نقطة فعلا يعني مهمة جدا، لأن لا يمكن الحديث عن أي مقاربة تشاركية في التنمية أو أي مقاربة تشاركية في المجال السياسي دون الحديث كذلك عن مشاركة هذه الأطراف، سواء من حيث الاستشارة أو حتى في بعض الأحيان حتى من حيث قوة الاقتراح. لماذا؟ لأن في النهاية رئيس البلدية أو سواء كان المجلس البلدي دائما سيكون له قوة الاقتراح فيما يتعلق بالمجال التنموي في داخل البلدية، فيما اتساع ربما رقعة التنمية على نطاق معين بحيث يكون هناك الموجودين فعلا. للأسف حتى أن بعض المجالس البلدية يقع فيها بالكثير من الأحيان انسداد يعني فيما يتعلق بالمشاريع، لكن في النهاية لابد من أن نفضل المصلحة الوطنية والمصلحة العامة على المصلحة الشخصية وحتى على مصلحة بعض الأحزاب. جميل. حتى لا يكون بطبيعة الحال مجالس ليس لها فاعلية أو ليس لها أي توازن في التنمية. أنا في اعتقادي أن حتى لما قام رئيس الجمهورية بربما انتخابات بلدية يعني في هذا الظرف بالذات، لأنه يعلم جيدا ويعلم الجميع جيدا بأن نعلم جيدا بطبيعة الحال بأن البلدية هي الخلية والقاعدة الأساسية لأي انطلاقة تنموية أو انطلاقة اقتصادية على المستوى الوطني وليس فقط على المستوى المحلي. جميل. شكرا جزيلا لك. شكرا. دكتور يوسف بايزيد إعلامي وباحث في العلوم السياسية كنت معي عبر الهاتف. أشكر أيضا الدكتور موسى عاشور أستاذ في القانون بجامعة الجزائر كنت ضيفي. ربما كلمة في 30 ثانية فقط أخيرا. يعني أردت فقط أن ننوه أنه يجب أن يكون هناك أيضا، لن أعتقد نقتصر الموضوع على فقط على المجلس الشعبي البلدي، هناك تواصل أيضا مع المجلس الشعبي الولائي، لأنه هناك العديد من المشاريع. خلينا نقول يعني حسب هناك نعم. نعم هناك منظومة نظامية قانونية تستمر فيه المداولة. يعني هناك رئيس المجلس الشعبي لا يستطيع فرض أشياء، هناك مداولة تكون مشاركة في كيفية اختيار المشروع الأهم والأصلح لتلك الرقعة الجغرافية، وتم يبعثها أيضا لقاضي قاضي الحكم قاضي عفوا
الاختصاص الإقليمي أيضا مصادقة على السجل ثم إرساله إلى الولاية. هناك نظام قانوني وبالتالي أيضا يستطيع أن هناك المجلس الشعبي البلدي أن يفرض شيء جميل، لكن هناك يتم إيقافه أمام الولاية. يجب علينا أن تكون هناك رقابة جيدة يعني مستمرة بين البلدية والولاية، لأنه أهم عنصرين في صناعة الحدث أن يكون هناك التنسيق بين البلدية والولاية. صحيح. وبالتالي يجب اختيار كل من هو مناسب في هذا الانتخابات، ليس فقط رئيس المجلس الشعبي عند انتخابه، أيضا هناك أعضاء أيضا فعالين داخل هذه البلدية يجب أخذها بالاعتبار. شكرا جزيلا لك دكتور موسى عاشور أستاذ في القانون جامعة الجزائر، كنت ضيفي اليوم في هذا الملف في انتظار انطلاق الرسمي للحملة الانتخابية.